بونجور و بيانفوني دون سات نوفيل فيديو. الغوسه تاع اليوم راح تكون خبز رخيص، كما يقولوا خبز فطير، كاين اللي يقولوا خبز رخيص، كاين اللي يقولوا خبز بالسميد. وفهاد الغوسات راح نستعمل خبز السميد تاع لا مارك باركا، اللي هو بيان سور السميد الرطب، اي لا سومولين. فوالا نبداو. درت هنا درت 1 كيلو، كما راكم تشوفوا درت 1 كيلو لا سومولين، نديروها كامل. وهذا راني خرجته من الكونجيلاتور pour une meilleure conservation تاع لا فارين وتاع السميد وتاع لا مايزينا، يفو ميو لي ميتر او كونجيلاتور. من بعد نزيد له هذا الميلانج تاع ميلانج pour le pain كيما راكم تقراو، غرام pour le pain، فيه الجلجلان و السانوج، فيه الجلجلان و السانوج. اي لو ميلانج contient لو ميلانج دو بان contient الجلجلان لي غران دو سيزام السانوج، جو سي با كومون لو دي ان فرونسي. دونك فوالا، هنايا درت ليكيفالون دو ا بو بري اون كويير ا سوب، ما كترتش باسكو كاين بزاف لي ما يحبوش السانوج. Là, on va mélanger, bien incorporer avec le mélange ma smid. نزيد le 3 quarts et 3 أرباع تاع الزيت. Bien sûr, on incorpore le zit avec le smid. On remplit. هنايا ندير ليكيفالون تاع ان فير اي دمي تاع الماء، ونسخنو على نسخنو. علاش؟ باسكو قلت لكم بلي الدقيق كان في الكونجيلاتور، دونك بور باش نرجعو ا تمبيراتور امبيونت لازم عليا نسخن الماء، سينو الخميره ال فا با بروندغ افي، سينو الخميره ما تخمرش. هنايا درت انا اون كويير ا سوب تاع ملح، تاع ملح بيان سور سيت دو طابل. بور ان كيلو فو فات دو كويير ا كافي، درت اون كويير ا كافي، نتوما ديرو دو كويير ا كافي، جي اوبليي دو راجوتي لا دوزيام. دونك مي سي با غراف، كاين بزاف ناس اللي ما يحب كيما لي زيبر طوندو، كاين مساك المرض ما يقدروش ياكلوا ني الملح ني السكر بزاف، دونك هذا سي بارفي. هنايا راني زدت لها دو كويير ا كافي تاع لوفور دو بيير، اي خميره الخبز. وهنايا عندي ملاحظه اني انايا ما نديرش خميره الحلوى، ما نديرش خميره الحلوى، جو تروف كو سي لارجمون سوفيزون لي ندير خميره الخبز. En plus, elle aide bzaf la digestion pour ceux qui ont un problème de digestion. Elle est largement suffisante. Bach le khobz yjir khfif. Hnaya je l'incorpore très très bien, bien sûr. Ou rakouchtouni mazal ma zedtch le ma bel melh, parce que tout simplement, ala balkom bli le khmira yqtelha le melh. Par rapport le lou kan dert le sukr, le khmira tetfa3al mlih ma sukr. Elle réagit très bien avec le sucre par rapport que le melh yqtelha complètement. هنايا راني كنت زدت الماء، راني درت هنايا كاس ونص تاع الماء.
وهنايا بارابور لا كونتيتي تاع الماء باش تلموا العجينه تاعكم سي على حساب السميد. كاين لي كاس ونص، كاين لي زوج كيسان، سا ديبون السميد اللي يشرب ولا ما يشربش. دونك نتوما دو بريفيرونس سخنوا ليكيفالون دو دو فير دو، لو فير ان فير يدير 240 مليلتر. دونك سخنوه vous le préparez à l'avance, qu'il soit tiède ou à peine un peu plus chaud. C'est bien pour le khmer. Je khmer rapidement, je mets le temps de pause. Je vais vous parce que je vais la pâte. Le khmer, la pâte, mettre le metlish complètement. Donc, je vais vous mettre le khmer. En attendant le marah yeskhol, anaya rani nzid العجين نزيد نلم فيها. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا انا كنت زدت الماء بصح ما زدتش كامل الكاس. هي هنايا ساعينكم ميزانكم، يفو با تجي جاريه و يفو با تجي يفو با تقعد لكم يابسا نون بلو. فوالا راهي تلمت، راني تلميت كامل لي باغوا. دوكا نعجنها غير شويه. راني شديت الجفنه بيد واني نعجن بيد كيما راكم تشوفوا. هي باسكو فيها الخميره لازم نعجنوها شويه، يفو لا بيتري ان تو بيتي بو. ودركا نبدا نقرصها، نقطعها اون كات مورسو. كيما راكم تشوفوا هنايا راني غطيتها هذايا سي لو بلاستيك تاع ديول، جو لو كونسيرف. انا هذوك لي فوي لي جو بين الورق تاع ديول جو لي كونسيرف، نخبيهم نحتفظ بهم ونصيبهم كيما هكذا باش نحل العجينه ولا نغطي بها هكذايا. وزدت لها سربيته باش يخمروا اي لو طون دو بوز ديفير بارابور ا لا سيزون et à la température ambiante de la pièce. Donc انا هنايا خليتها واحد نص ساعه، هنا راني حنخليها واحد نص ساعه باسكو كوم يل في ان بو فري. فوالا نص ساعه راهي فاتت، دونك راكم تشوفوا بلي خمروا شويه مالغري كو جيتي بريسي باسكو كنت قادره قد ما تخلوها تخمر قد ما مليح باش الخميره تخدم لا بات لا بات العجينه تتخمر و ما توجعش في الكرش، باسكو كي تكون الخميره ماشي خامره ما تكونش خادمه مليح توجع في الاستوما. دونك فوالا هنايا لاستوس ديالي سي سورتو بور لي جون كي نو ساف با ماني العجينه بيدهم، اللي ما يعرفوش يحلوها ما يعرفوش يقلبوها. ما نكذبش عليكم، انايا راني نتعلم كيما نتوما. دونك هنايا راني حليت لو بابي كويسون باش نبدا نحل العجينه. دونك نبدا باللولا بيان سور باسكو يونا 4 كيما شفتو. نبدا نحلها بيدي. فوالا جو سوي كيما راكم تشوفوا هنا في هاد لا فيديو، راني تري زاليز مع العجينه، ندورها كيما نحب. جو لا مان باغ كونتخ لو كان في الطابله على بالي بلي نباصي معاها. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نحلها بيدي، نحلها من الوسط ونروح للطراف، من الوسط ونروح للطراف باش ما تكونش خشينه بزاف في الوسط. من بعد هنايا راني جبت الحلال، علاش؟ بور ايغاليزي كامل السطح ديالها.
وكاين هنايا في هاد لي طاب كاين اللي يحلها كاين اللي يحبها مقرمشه اي تكون رقيقه وكاين اللي يحبها شويه طريه يخليها شويه ايباس شويه خشينه على حسب الذوق تاع لا بيرسون. هنايا اون فال لا شيكوتي اي نديرو لها نتقبوها بالفرشيطه باش كي طيب لا فابور الشالور فاس ديجاجي وطيب من الداخل. وهنايا فوالا كيما قلت لكم هنايا جوتيليز لو بابي كويسون باش نحطها فوق النار. علاش؟ بروميرمون بزاف ناس ما يعرفوش يرفضوا لا بات يخافوا منها الا تتعوج ولا تخسر ولا حاجه. هاي ليك سي اون ميثود اللي يقدر يستعملها كبير وصغير. ديروها كاريمون فوق النار بهذاك لو بابي فوق لا بلاك. وهنا بارابور لا بلاك سييتها في المقله وسييتها ميم في لي بلا دو تاع البيتزا. ما نكذبش عليكم جو بريفير لارجومون لا بلاك ميتاليك. علاش؟ باسكو ثقيله باسكو هادوك لي كاع لي زيستانس اللي ذكرتهم خفاف ويحرقوا لا بات. لازم حاجه ثقيله. دونك هنايا نستنى غير لا بارتي اللي راهي اون كونتاكت مع لو بابي اللي راهي من تحت غير تبدا تيبس شويه. انا نبدا جو في غليسي لا بات حتى وين تتنحى كومبليتوم. نجبد لا بابي كويسون هكذا نخليها طيب بغرضها ونروح نحل اون اوتر بات هكذا بوغ اتر ليجي اي رابيد اون ميم تان. فوالا كيما راكو تشوفو راني جبدتها ودوك بهاد البابي كويسون جو في ليتيزي بوغ لي 3 اوتر بات نحلهم كيما الاولى. عليك بولا دوزيام راني نحلها كيما الاولى اون اتوندون توجور عيني على لا بروميير باش ما تنحرقليش. هنايا هادي الاولى راني نهبط فيها بلو تورشون. علاش؟ باش طيب في الوسط وطيب من تحت وطيب في الوسط. هنايا راني كنت قلبتها باش طيب مليح في الوسط. فوالا الاولى راهي طابت كيما راكو تشوفو ولا دوزيام اني درتها الطيب. فوالا سي لي ميم زيتاب كيما الاولى وهكذا جو في فير سا بور لي دو زوتر بات كي ريست. فوالا هادي سي لا ديرنيير بات راني طيبتها كيما راكو تشوفو كيما لي 3 بروميير. وهنايا كاين جوست اون بوتيت رمارك اي ملاحظه صغيره تقدروا ميم ديروا اون بوتيت اون كويير ا كافي تاع السكر. علاش؟ سي جوست بور دوني ليفي دوري تاع لا تاع الخبز باش الخبزه تجي شويه ان بو بلو دوري. انا هنايا ما حبيتش ندير كامل السكر ما نكذبش عليكم افيك لا فارين افيك لو لوخر لافيك لو في الفطور كما رانا في رمضان كلش فيه السكر كلش فيه ليدام. انا راني نمينيميزي لو بلوس بوسيبل السكر والملح. نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. بقاو على خير.